اهلا بيكم مشاهدينا في اول فقراتنا النهارده صحافه 3/19/2013. يا رب اليوم يعدي بسلام واحداثه كلها تعدي بشكل لطيف، وانه دعوات الاخوان لا تكلل بنجاح. وفي كلام من امبارح على انهم نازلين ميدان. خلونا ناخد اهم منشطات صحافه الثلاث اليوم ده بالذات، اليوم التاريخي ده، مع كاتبنا الصحفي استاذ احمد عاطف. صباح الفل. صباح النور. ناخد الاخبار سريعا ونفصصها عشان نلحق نخلصهم. الاخبار الصفحه الثامنه: ميدان التحرير جاهز لاحياء ذكرى محمد محمود. والاخبار الصفحه الرابعه: لجنه الخمسين الغاء نسبه العمال والفلاحين في الدستور الجديد. والشروق الصفحه الاولى: مزلعنات الموت تسفك دماء المصريين. والاهرام الصفحه الاولى منشطين: جنازه مهيبه لضابط الامن الوطني وزملائه يتعهدون بالثأر. والخبر الثاني: الببلاوي يضع حجر أساس نصب الشهداء بالتحرير. والمصري اليوم الصفحة الأولى: لجنة الخمسين تقر مواد السلطة القضائية وتنتصر لمجلس الدولة على الإدارية. واليوم السابع آخر خبرين من الصفحة التاسعة: عمر سليمان يكشف أسرار صندوقه الأسود عن الإخوان، ومبارك في أخطر تسجيل صوتي أثناء الثورة. وآخر خبر من الصفحة الأولى لليوم السابع برضو: المنتخب يبحث عن المعجزة أمام غانا اليوم. وكلنا طبعا نتمنى له، بس هقول ايه، التمثيل المشرف. ما اعتقدش ان احنا هنكسب 5-0، لكن طبعا يا رب يا رب ننتصر، ويا رب نجيب 10-0، بس منايل يعني ايه المطالب بالتمني. لكن نتمنى له طبعا كل التوفيق ويبقى شكلنا كويس. لكن الاهم انه اليوم يعدي على خير، و دعوات لنزول الشارع. وبنبتدي من الاخبار الصفحه الثامنه: ميدان التحرير جاهز لاحياء ذكرى محمد محمود. و كمان ما يخص نصب الشهداء الصفحة الخامسة في الأهرام، الخبر الخامس من الأهرام الصفحة الأولى: الببلاوي يضع حجر أساس نصب الشهداء بالتحرير. ميدان التحرير والنصب التذكاري امبارح نزلوا وناس كسروه، بيقولوا ان هم الثوار، محدش عارف مين بالظبط، لكن في حال تحت خان. الناس ماتت في الشوارع، مزلقان مات فيه، العدد عمال بيزيد. عندنا ضابط الامن الوطني تقصي، ترصد، اغتيال، ولغايه دلوقتي ما نعرفش الجناه. والدنيا على رجلي زي ما بيقولوا. والنهارده بيتصادف كمان انه عيد ميلاد الفريق السيسي. كل سنه وحضرتك طيب. ماشي. خلينا في البدايه فادي، يعني في اليوم التاريخي ده 19 نوفمبر 2013، نبداوا بتحيه لارواح الشهداء اللي هم احياء عند ربهم يرزقون، شهداء ثوره 25 يناير من اول 25 يناير حتى اليوم، وشهداء كل موجاتها وكل مراحلها وكل محطاتها. البقاء لله الشهداء قطرنا وقدراتنا كلها، يعني وحوادثنا كلها الله يرحمهم. احنا اعلى نسبه حوادث في العالم، 1% من الدخل القومي. التحيه الواجبه الاخرى لكل ام شهيد وكل والد شهيد فقد ابنه وفقد ظهره اسرته في احداث الثوره من اول 25 يناير زي ما قلت لحضرتك لحد الان. وتحيه لكل مصاب ضحى ولو بقطره دم واحده في سبيل تحقيق اهداف الثوره اللي لسه ما اتحققتش لحد اللحظه، وكل شاب فقد نور عينيه علشان يفضل نور عينه ده وقود لثوره 25 يناير، ووقود لثوره مستمره هتفضل مستمره لحد ما تحقق اهدافها شاء من شاء وابى من ابى. النهارده 19 نوفمبر بنحاول احياء ذكرى شهداء محمد محمود. للحقيقه دول كانوا شباب من انبل شباب الوطن، دول اللي ينطبق عليهم فعلا انهم قالوا كلمه حق في وجه سلطان جائر، دول اللي تصدوا لتعديل مسار الثوره بعد الانحراف به اثناء حكم المجلس العسكري، ودول اللي وقفوا وتصدوا نيابه عن كل القوى السياسيه اللي خونتهم في هذه اللحظه، ونيابه عن الشعب المصري في شارع في احد شوارع ميدان التحرير، وواجهوا سلطه القمع وسلطه الاستبداد، وواجهوا خيانه من كانوا معهم في الميدان، ودفعوا الثمن من ارواح زملائهم واصدقائهم ورفاقهم في الميدان علشان يتعدل مسار الثوره. وبالفعل اجبروا سلطه المجلس العسكري في الوقت ده على تحديد موعد انتخابات الرئاسه وعلى جدول زمن النقل السلطه الى حكومه مدنيه. وانا شاهد عيني، كنت في محمد محمود 2011 وشفت بعيني، محدش قال لي. صحيح، كل المصريين شافوا ازاي الدم الشهداء ده بالصوره، ما هو موجود على كان بيراق، وازاي الاخوان اللي بيدعوا النهارده
لإحياء ذكرى محمد محمود خانوا الشباب في الميدان، وإزاي القوى السياسية تواطئت مع دعوات الدعوة لانتخابات البرلمان في الوقت ده ويسابوا الشباب دول لوحدهم يواجهوا الموت. خلينا مش عايزين بس نقول كمان البقاء لله تاني وتالت ورابع في المقدم محمد مبروك مقدم الأمن الوطني وكل شهداء الشرطة، وبجد هذا المقدم الشريف اللي عمل محضر التحريات لمحمد مرسي ومفروض يتحكم بالخيانة العظمى وهو الشاهد الأول في القضية وتم اغتياله لأنه الشاهد الأول وهو اللي عمل محضر التحريات بإيده وهو اللي قبض على خيرة الشاطر. بجد صعب اللي انتوا بتعملوه ده. يعني انا مقدر مشاعرك. وجنازة يعني طبعا بكت الناس كلها. صحيح. انا مش عارف اقول لامه ايه بجد، سامحينا يا امي. انت بتتكلم على انه كل يوم بيسقط شهداء سواء من شباب الثورة في مواجهة جماعة الإخوان ومسيرتها السلمية المسلحة، وبتتكلم على ضباط بيدفعوا ضريبة تصدي الداخلية لإرهاب جماعة الإخوان أو تنظيم الإخوان وحلفائهم، وبتتكلم على شهداء فقراء بيسقطوا ضحايا لإهمال الحكومة. وأنا لسه كنت قبل الهوا بقول لحضرتك أنه أنا كنت هنا يوم سقوط ضحايا قطار جنود الأمن المركزي، ويشاء القدر أن أنا أكون معكم هنا النهاردة في تاني يوم من حادثة قطار دهشور اللي راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين، ولم يتغير شيء من طيب. من سنة حتى اليوم. هو اللي يجنن وزير أيام مبارك خرج بحريق قطر الصعيد 350 قتيل، يجي وزير بعد ثورة ونبتدي نشوف قتلة تانيين ولسه بنسمع عن تحقيقات عمل ايه في 65 يوم حاضر؟ عمل ايه؟ عمل صيانه للقطارات، عمل القضبان، طب المزلقانات، طب كان في المزلقانات كان في اتفاق مع المصانع الحربيه انها تعمل مزلقانات الكترونيه، فين الكلام ده؟ وليه لسه بنسمع انه ان شاء الله هنعمل تحقيقات ونشوف؟ يكفي هذا الوزير ان تقع في عهده حادثه من هذا النوع حتى يخضع للتحقيق ويخضع للمحاسبه الجاده. طبعا ده بخصوص خبر المزلقانات الشروق الصفحه الاولى، مزلقانات الموت في دماء المصريين. والحقيقه مساله المزلقانات هي منظومه كامله محتاجه تتفرمط، منظومه النقل بواسطه السكه الحديد والنقل العام بشكل عام محتاجه جهد شديد من الحكومه. انا ما بحبش اطالب هذه الحكومه باي شيء، اللهم الا يعني تنقلنا بسلام الى مرحله الانتخابات الرئاسيه. هم في عدد من الوزراء هم اللي شغالين وشايفينهم يعني شغالين كويس، وفي وزراء مش عارفين هم بيعملوا ايه. يعني وزير النقل مش عارفين عمل ايه لغايه دلوقتي، وزير العداله الانتقاليه احنا مش عارفين فين وزارته او هو عمل ايه او بيعمل ايه. انا بارجو يعني من هذه الحكومه الوزراء اللي على علاقه مباشره بما يقدموه للمواطن من خدمات، يعني انا اناشد فيهم ضميرهم، راعوا الله في ضمائركم واحقنوا دماء المصريين حتى لا تراق بسبب الإهمال. واللي مش قادر أو مش عارف أو خايف يعمل قرارات يروح ويجي غيره، لكن مش هينفع نفضل نموت بالطريقة دي بعد ثورة بالشكل ده. طيب خلينا نتنقل جنازة مهيبة لضابط الأمن الوطني وزملائه يتعهدون بالثأر. واعتقد كل يعني أنا عايز أعرف إزاي ضابط بالحجم ده ويكون مسؤول عن الملف ده وما يبقاش فيه تأمين عليه؟ يعني الداخلية مش عارفة تأمن نفسها؟ الحقيقة دي مش أزمة الضابط المقدم المرحوم محمد مبروك لوحده، دي أزمة ضخمة في وزارة الداخلية. سمعت من مسؤولين في وزارة الداخلية بيشكوا مرارا وتكرارا من قلة الإمكانيات، وعلى الجانب الآخر بنسمع أنه وزارة الداخلية تم اعتماد لها مبالغ ضخمة علشان إصلاح الخلل اللي تعرضت ليه من 25 يناير. وفي كلام على خلافات ما بين وزير الداخلية ورئيس طيب. الوزراء، وأنه في كلام عنه بيغل يده عن طيب. بعض إحنا الحاجات. إحنا كده أمام مشهد متلخبط في وزارة الداخلية ما بين كلام بيقول أن في اعتمادات في الموازنة العامة الجديدة علشان إصلاح ما تعرضت له الداخلية من خلل، وفي كلام آخر بيقول أنه لا، وزارة الداخلية بتعاني من نقص الموارد ونقص الإمكانيات وغيره، وأمام حرب على الإرهاب بتتصدى لها بشكل أو بآخر وزارة الداخلية وضباطها بكل فروعها في القاهرة وفي المحافظات. يبقى قدام المشهد المتلخبط ده إحنا محتاجين وقفة مع وزارة الداخلية رقم واحد،
علشان نعمل إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، وده كان أحد أهم مطالب الثورة، والحقيقة ده في مصلحة وزارة الداخلية، مش بس في مصلحة الثورة ومصلحة مطالب الثورة. هيكلة وزارة الداخلية تعني أنه كل ضابط غير كفء يستبعد، كل ضابط مازال على النهج القديم أنه عصى في يد النظام ويبطش بالمواطنين، سواء في الخدمات العامة اللي بتقدمها الشرطة أو في الأمن اللي بيتصدى للمظاهرات والاعتصامات، يركن. بس هيكلت ده هيتقال يعني برضو مش وقت مش ان احنا هيحتاج في خضم معركة. انا عايز اقول لحضرتك انه بكلام الخبراء الامنيين الكلام ده ما يستغرقش اكتر من اسبوع. هيكلة وزارة الداخلية على بعضها لا تستغرق اكتر من اسبوع، علشان نقف على رؤية نفذها زي ما تنفذها، نفذها على سنة، نفذها على سنتين، نفذها على ثلاثة، لكن من فضلك ضع لي رؤية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وضع لي رؤية لإصلاح ما تعرضت له الداخلية من خلل خلال الفترة الماضية. والشهيد المهدي محمد مبروك كان ضابط من ضباط معدودين في الداخلية حاملين لملفات هامة جدا، يا ريت ناخد بالنا من ضباطنا ونأمن نفسنا، لأن مفيش منطق إن أنتوا تبقوا بتحمونا ومش عارفين تحموا نفسكم. طيب خلينا ننتقل لخبر من أخبار طبعا المفاجآت، واليوم السابع صفحة 9، عمر سليمان يكشف أسرار صندوقه الأسود عن الإخوان ومبارك في أخطر تسجيل صوتي أثناء الثورة. أنا سمعت امبارح بالليل يعني بعض المقتطفات من خطاب عمر سليمان أو الكلمة المسجلة لي اللي بتنفرد بها اليوم السابع، والحقيقة أنا شخصيا مختلف مع عمر سليمان سياسيا قبل وفاته، ومختلف مع أنه كان بيمثل نظام مبارك في لحظة من اللحظات وكان بيحاول إنقاذ نظام مبارك، لكن أنا بتعامل مع ما يقوله عمر سليمان على أنه معلومات، وعلى أنه الرجل كان يحتفظ بملفات خطيرة بصفته رئيس يعني عمل لفترة طويلة في المخابرات العامة المصرية في فترة يعني خطيرة جدا من عمر الوطن ومن عمر منطقة الشرق الأوسط. بيتكلم طبعا عن الخيارات اللي كانت متاحة من وجهة نظره أمام الشعب المصري بعد رحيل مبارك، وكان بيحذر من جماعة الإخوان وامتداداتها وتحالفاتها التي تصل حتى تنظيم القاعدة في أفغانستان ودول أسيوية. الحقيقة أنا يعني ممتن لسماع مثل هذا الكلام، لأنه بمثابة توثيق لمعلومات وأحداث تاريخية ذكرها الرجل في وقتها، ومن هذا المنطلق تتخذ قيمتها. تفسيرها سياسيا مش مكانه الآن أو مش محله الآن، لكن ذكر عمر سليمان وقائع عديدة بعضها يتحقق الآن، يعني تحذيراته كنا نظن وقتها أنها مبالغ فيها، تحذيراته من جماعة الإخوان، لكن اتضح فيما بعد أنها صحيحة إلى درجة كبيرة من الناحية الأمنية. جماعة الإخوان خطر على المجتمع المصري وخطر على الدولة المصرية وخطر على المنطقة العربية بشكل عام. وأنا أعتقد أن الصندوق الأسود موجود عند رجالتنا في المخابرات وفي المخابرات الحربية وعند الفريق السيسي، ورجالتنا كفاءة جدا وكل المعلومات موجودة، وأعتقد أن عندها جهاز أمني واستخباراتي عالي المستوى جدا وعنده كل المعلومات. يعني بنقول إيه، ما ماتش يعني في الآخر عمر سليمان، حتى لو مات في كتير قوي زي عمر سليمان وكويسين في شغله واكيد نقل لهم المعلومات. خلينا نتكلم طبعا الحاجه الوحيده اللي تعتبر كويسه في الوضع اللي احنا فيه، مع ان فيها مشاكل كتير، لكن الحاجه الكويسه ان هي لجنه الخمسين قالت انه الدستور هيخلص خلاص النهارده او بكره على اقصى تقدير، وده شيء كويس في الاول ولا في الاخر، لانه المطلوب مننا ان احنا ننجح هذا الدستور بنسبه كبيره جدا علشان نبقى مشينا خطوه قدام ونفسد مخطط الاخوان ان هم يرجعونا للمربع صفر وفعلا تتحقق خريطه المستقبل ونبعد بقى السكاكين اللي موجهه لينا من كل ناحيه. لكن اخبار لجنه الخمسين بتقول انه لجنه الخمسين المصري اليوم الصفحه الاولى، لجنه الخمسين تقر مواد السلطه القضائيه وتنتصر لمجلس الدوله على الاداريه، وفي المقابل لجنة الخمسين الصفحة الأخبار الصفحة الرابعة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وفي كلام سمعناه امبارح بالليل وقريناه على المواقع إنه احتمال الفلاحين يعملوا موقف وينسحبوا، والله أعلم الكلام ده مدى دقته، لكن الوضع ملتبس. والكويس إنه المفترض إن هو يخلص ونمشي خطوة قدام. حضرتك شايف التطورات دي إزاي؟ إنجاز مشروع الدستور المعدل خطوة مهمة على طريق خريطة المستقبل اللي توافقنا عليها كلنا في 30 يونيو، و يعني محطة
لو عبرناها بسلام بعد نتيجة بعد ظهور نتيجة الاستفتاء بنعم على هذا المشروع، بندخل مباشرة في مرحلة جديدة، مرحلة الانتخابات البرلمانية ومرحلة الانتخابات الرئاسية، وده هيبقى رفعة عظيمة جدا لمصر أمام العالم، أو لصورة مصر أمام العالم، أنه بالفعل ما حدث هيتأكد عمليا أنه ما حدث في 30 يونيو كان ثورة شعبية أتبعها دستور جديد واستفتاء عليه ثم انتخابات برلمانية ورئاسية. في التفاصيل، إلغاء نسبة العمال والفلاحين تقديري أنها لن تمر بسهولة، رغم أنها يعني تم إقرارها بطريقة كبيرة. ديمقراطية تماما، بطريقة شفافة، 32 في مقابل رقم أقل من نص. لكن الفلاحين عندما طرحت مادة العمال والفلاحين في حوار مجتمعي كان في اعتراض شديد على إلغائها، لأنه الفلاحين الحقيقة هم مش بس مظلومين في الدستور، الفلاحين مظلومين في مصر بشكل عام، مظلومين في تشريعات لا تنصفهم، ومظلومين في أوضاع تتعلق بزراعتهم وطريقة تسويقها، وتخلي الحكومة عنهم في شراء هذه المحاصيل، ومظلومين في علاقاتهم ببنك التنمية والائتمان الزراعي والديون متراكمة عليهم. بس برضو خلينا نفصل الشق الاقتصادي عن الشق السياسي، لأنه كان بيستغل الشق السياسي، ناس كتير كانت بتخش تحت فئة عمال وفلاحين، وهم لا عمال ولا فلاحين، فاحنا عايزين الأصلح للجميع، احنا مش ضدهم، هم مشاكل شخصي، احنا محتاجين نحللهم مشاكلهم. انا حبيت اذكر بعض مشاكل الفلاحين دي عشان ادلل على نقطة مهمة، انه هي لو الفلاح ده متحقق له نص المطالب اللي انا ذكرتها لحضرتك دي، ما كانش فرق معاه تمثيله السياسي في مجلس الشعب. بس برضه احنا محتاجين نعدي بالمركب بشكل او باخر ان شاء الله. خلينا ناخد اخر خبر من اليوم، السبع صفحة الاولى، المنتخب يبحث عن المعجزة امام غانا اليوم، وطبعا كلنا قاعدين على اعصابنا، ولو عايزين نكسب مفترض نكسب 5-0 عشان نطلع كاس العالم، مش عارف هل ده ممكن ولا مش ممكن، لكن اتمنى طب حتى نكسب بشكل كويس وربنا يكرمنا بقى يعني ان شاء الله. يعني انا لا افضل التعليق على خبر يتعلق بمباراه كره القدم النهارده في وسط الاحداث الصعبه اللي احنا بنمر بيها، ذكرى محمد محمود واستشهاد ضابط الامن الوطني وجنازة شهداء المنيا، مزلقانات الموت، ولسه امبارح بالليل في حادث اطلاق نار على كنيسة. مشاعر المصريين لا تنفصل، واظن ان هم يعني هيتابعوا الماتش من باب يعني مجاملة للمنتخب وبمشاعر باهتة، لانه الحقيقة النتائج لا تبشر باي توقعات، لا تبشر باي فوز، ويعني عنوان اليوم السابع ده اللي جدا ومعبر، المنتخب يبحث عن المعجزة امام غانا، هي بالفعل معجزة، نتمنى انها واحنا بلد المعجزات تحقق. وده مش جديد علينا، بنعرف نعمل معجزات في اصعب الاوقات، نتمنى يا رب. الكاتب الصحفي استاذ احمد عاطف، نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا، دي كانت نهاية فقرتنا، نتمنى انه بعد سيل الاخبار دي كلها، معلش احنا اسفين على الصبح، الوضع صعب ويوم كلنا قاعدين على اعصابنا، لكن في الاول ولا في الاخر لازم نقف ورا الدستور عشان نعدي المرحله اللي جايه باي شكل، عشان نفسد على الاخوان المسلمين اي مخطط لاجهاض ثورتنا، ونتمنى السلامه لبلدنا، وانه ما يحصلش عنف النهارده، ونتمنى تحرك، أرجوكوا اتحركوا، بلاش البطء اللي فيه حكومتنا دي، بلاش الخوف من اتخاذ قرارات، أرجوكوا احنا أملنا فيكوا، أرجوكوا احنا تعبنا، مش هينفع ان احنا نرجع نمو زي الأول، الشعب خلاص ما بقاش هيقدر يسكت تاني. فقراتنا معاكم مستمرة لغاية 11 صباحا على الهواء مباشرة بعد الفصل، على طول تابعونا.